وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير سعادة الوزير، نشكرك على قبول الدعوة وأهلا بك في نشرة الثامنة. نبارك لكم هذا الإنجاز الكبير الذي حققته مملكة البحرين في ملتقى التميز الحكومي العربي. مملكة البحرين استطاعت وبجدارة إحراز 5 جوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي. ماذا يمثل هذا الفوز لمملكة البحرين؟ شكرا أخ عبد الرحمن، وأنا سعيد أني أكون معاكم على الهواء في مثل هذه المناسبة الجميلة التي فعلا تشكل نقلة نوعية في العمل الحكومي. هذا الفوز يمثل نتاج السياسة السليمة القائمة على التحسين المستمر في جودة العمل الحكومي وفي تطبيق مبادئ التميز وتحسين الأداء المستمر وتحويل كل تحد أو عقبة إلى فرصة للتحسين والتجويد في العمل. شاركت البحرين ب 14 ممارسة في 7 فئات للعمل المؤسسي، فازت 5 ممارسات منها بالميدالية الذهبية، فحصدت بذلك أكبر عدد من الجوائز، وهذا مؤشر على أن المنهجية العلمية التي تتبعها الحكومة في أداء عملها والمشاركة في مثل هذه الجوائز والمسابقات ضمن منهجية صناعة السمعة الحكومية. فالعالم في الحقيقة في العالم بحاجة لمثل للتعرف على أفضل الممارسات الحكومية عبر مسابقات علمية محكمة وبمعايير عالمية مهنية مثل هذه الجائزة. هذه الجائزة تتيح الفرصة لذلك. نعم سعادة الوزير، هذه المشاريع كما ذكرتم جاءت نتاجا طبعا لمبادرات حكومية رائدة تبنتها مملكة البحرين. ما أهمية خلق ثقافة للتميز الحكومي وتبني هذا المنهج لتحسين الأداء وتطوير العمل في كافة مؤسسات المملكة؟ نعم هذا شيء أكيد صحيح. تبادل الخبرات وتبادل التجارب والممارسات الجيدة بين العرب خصوصا في مثل هاي الجائزة تعطي المجال للتعلم وتبادل الخبرات فيها. أنا شرفني صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة اللجنة التي قامت بتقييم أفضل الممارسات التي تم المشاركة بها، والذي قام بالتقييم فريق من البحرينيين والبحرينيات، وهذه نفتخر فيه حقيقة، متخصصين في مجال تقييم أفضل الممارسات. وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لهم. أما بالنسبة يعني ممارسة فكر التميز في الحكومة، فعلا هو الذي ينتج، لأن مبادئ التميز تجعل القياس والمتابعة وتقييم الأثر كلها حوافز لتحسين الأداء. وهذه العملية هي نتاج تفكير ومنهج علمي تبنته الحكومة بتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، وبين بوضوح في رؤية البحرين 2030 وفي برنامج عمل الحكومة. كذلك نتاج أو نتيجة لاستثمار الحكومة في العنصر البشري، إيمان منها بأن أفضل الاستثمار هو الاستثمار في العقول. فعملية منهجية أو برنامج التميز يركز على الاستثمار في الطاقات البشرية والاستثمار في الأداء العقلي بما يحفز على الإبداع والابتكار. ويزيدنا فخر في الحقيقة في هذه الجائزة بالذات أن جميع المشرفين على الممارسات ورؤساء المشاريع هم من أبناء وبنات البحرين. وأنتهز هذه الفرصة في الحقيقة أن أهنئ الوزارات والمؤسسات الفائزة، وأتمنى أن يتواصل الفوز والنجاح لرفع مكانة البحرين دائما وفي كل المحافل.
هذه المنهجية اللي احنا نتبعها في العمل الحكومي سوف ان شاء الله تساعدنا على تحقيق مزيد من الانجازات في مختلف المجالات. شكرا يا اخي. نعم، نجدد لكم التهنئة سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك.